كل محور منها قضية. نعم. أولا تكلمتم عن التأويل. التأويل ليس وصف أهل التصوف. التأويل هو وصف علماء من علماء التوحيد الذين هم الأشاعرة والماتريدية. لكون أهل التصوف أشاعرة كغالب المحدثين وغالب الفقهاء جاء هذا الوقت إليهم، فهو ليس من سيمة التصوف كلمة التأويل. لكن مشهور مثلا عن الشيخ ابن عربي على ما أعتقد أنه قال مثلا عن الدينار داس عليه وقال معبودكم تحت قدمي، ولما فهم وكفر إلى آخره قال أقصد الدينار ولا أقصد يعني أنت تقصد الإتيان بعبارات موهمة. أيوه. الإيهام بالعبارات، لماذا هذا ليس هو التأويل يعني. فقط هذا تتكلم عن قضية أخرى وهي الجانب الفلسفي عند من يتكلم عن التصوف. الأصل في التصوف ليس في الفلسفة. الأصل في التصوف كما مر معك تزكية الأنفس، تربيتها، لأنه لما سلك أقوام هذا المسلك في تزكية الأنفس حصل لهم نوع من التذوق لثمرات العبادة. هذا التذوق أخذ ببعضهم إلى شيء سمي بالشطحات بعد ذلك، وهو الإتيان بالكلام الناتج عن حالة انفعالية. وهذا الكلام إن لم يؤول، إن لم يصرف إلى معنى صحيح، قد يحكم على صاحبه بحكم شديد. كمثل ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث الله أفرح بتوبتي أحدكم من رجل فقد دابته في فلات، فلما أيقن بالموت آوى إلى شجرة ونام ففتح عينيه فوجد دابته عنده فقال اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك. الكلمة هذه كفر. لما يقول واحد لربه أنا ربك وأنت عبدي، هذا كفر. لكن النبي قال أخطأ من شدة الفرح. فالكلام عند حالة انفعال معينة وجدانية يحضر صاحبها من هذا الباب، وذكر هذا ابن تيمية في مجلد التصوف. لكن متى يتحول الأمر إلى خطأ؟ الكل يقف ضده. من فيهم الصوفية؟ عندما يتحول الأمر من مجرد انفعال إلى منهجية. إلى منهجية تقعد ويأتي في القرن الخامس عشر ويسوق على أنه نموذج، على أنه هو المنهج، على أنه هو النموذج. هنا يأتي الخطأ وهنا تأتي المشكلة.